فضيحة جديدة لرابور المغربي توتو. قام المغني المغربي طه فحصي الشهير بتوتو بتوجيه كلام نابل لأحد جمهوره الذي كان يتابعه في سهرته وبطريقة لا تليق بمن يسمي نفسه فنان. وجرى تداول فيديو السب والشتم على نطاق واسع، حيث يظهر أحد الشباب في حفلة توتو وهو متحمس مع الموسيقى ورمى قميصه على الرابور المغربي طه فحصي قبل أن يفاجئه الأخير بالتوقف عن الغناء والرد عليه بطريقة نابية تخللتها مصطلحات خادشة للحياء وسب للذات الإلهية. وبعد تداول التسجيل تعرض مغني الراب للانتقادات من قبل رواد التواصل، خاصة بعد تضمنه لكلام مسيء لله سبحانه وتعالى.